من فضلك لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلك كل جديد، وجزاكم الله خيرا. الصدقة والاستغفار علاج للعقم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. هذه هي حكمة الله عز وجل في خلقه، وعلى المؤمن تلمس الأسباب والثقة في الله عز وجل، والصدقة والاستغفار من الأسباب التي يحصل بها الشفاء بإذن الله. وإليك أخي الكريم هذه القصة التي وردت في كتب الحديث. روى أبو حنيفة في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما رزقت ولدا قط ولا ولد لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين أنت من كثرة الاستغفار وكثرة الصدقة ترزق بهما؟ فكان الرجل يكثر الصدقة والاستغفار. قال جابر: فولد لهذا الرجل 9 ذكور. يقول الشيخ عائد القرني في بعض محاضراته: ومن اللطيف أنه كان بعض المعاصرين عقيما لا يولد له، وقد عجز الأطباء عن علاجه وحارت الأدوية فيه. فسأل أحد العلماء فقال له: عليكم بكثرة الاستغفار في الصباح والمساء، فإن الله قال عن المستغفرين: ويمددكم بأموال وبنين. فأكثر الرجل من الاستغفار وداوم فرزقه الله الذرية الصالحة.